بتستنسف بتستن تستن ايه تستنزف. انا بعمل دور فريده الشاذلي. فريده كاتبه معروفه شقلب فجاه حياتها راسا على عقب، حياتها الزوجيه والعائليه والشخصيه والمهنيه وكل حاجه. فجاه بتلاقي نفسها كده بنفتح المسلسل عليها الدنيا كلها متطربقه فوق نفخه ومتنيله في 60 نيله. وبعدين على مدار بقى ال 45 حلقه بنشوف فريده المواقف اتعرض ليها ايه علشان تبدا رحله من اكتشاف الذات، اكتشاف نفسها هي عايزه ايه من حياتها وعايزه ايه من شغلها وبس. وبتلاقي نفسها في اخر المسلسل. على فكره انا اشتغلت مع مصطفى بوسيف قبل كده في حكايه بنات الجزء الثاني والثالث، فدي مش اول مره نشتغل مع بعض. فكره انه النجوم مش كلهم على فكره وجوه شابه، يعني هيدي كرم، لا يعني هيدي كرم من الناس القديمة برضه، وفي طبعا ممثلين موجودين اشتغلوا قبل كده، وطبعا في ناس لسه جديدة. بس أنا بحب ما بقفش على حاجة واحدة، يعني أنا مش لازم بالضرورة أكون بشتغل مع أسامي كبيرة، مش لازم بالضرورة أكون بشتغل مع ناس مشهورة جدا. أنا بحب كل تجربة بتبقى ليها الحلو بتاعها، يعني فكرة الدم الجديد ده بيبقى ليه حلاوته، هي رحلة. يعني بشوف إن كل مشروع وكل عمل بيبقى رحلة بحلوها وبمرها وبتعبها وبلذاذتها وبالحاجات اللي بتعلمها منها وبالحاجات اللي بقول لا انا مش هعملها تاني فيها. فانا باخد كل مشروع لانه رحله منفصله بذاته. لا ما اقدرش اقول لك اتعلمت حاجه معينه، بس انا زي ما بقول لك كده كل حتى غير كل مشروع رحله بالنسبه لي، كل شخصيه رحله تاخدني كده وبشوفها توديني فين وزي ما بتيجي. فانا فريده بالعكس انا كنت حاسه بيها جدا وحاسه بكل مشاكلها وكل احاسيسها. فبالنسبة لي فريدة ما كانت شخصية صعبة بالرغم من الدربكة اللي كانت فيها، لأنه إحنا كستات عموماً دي طبيعة حياتنا، أحياناً كتير بتبقى عايشين نفس الدربكة دي. فأنا كنت فاهماها يعني، وفاهمة اللي بتحسه واللي بتمر بيه، وكنت مستمتعة بيها جداً. أيوة ناس كتير قوي بتقعد تقولي لا ارجعوا لبعض بقى، لا اوعوا خلصوا المسلسل. مش هقول لك حاجة لسه هنعرف. بص هي الكيمياء دي بتبقى من عند ربنا، يعني ما بيبقاش مش ما بتبقاش محسوبه، يعني هي حاجه بتيجي ما بتجيش. بس عمر حقيقي مجتهد جدا وبيجي مذاكر قوي، بيجي حافظ وبيجي محضر كويس قوي ومنفتح، يعني مش شخص اللي هو لو فاجئته هيهنج منك، لا بيمشي مع التيار، عارف بنشوف المشهد هيودينا فين. ودي اللي كانت المتعه اللي كانت في مشاهدنا فعلا مع بعض. لا ما خفتش، انا ما عملت تجارب زي دي قبل كده. عشان ابقى صريحه معاك مش من الحاجات المفضله عندي الحاجات اللي بتبقى طويله وبتاخد وقت، لان هي بتستنزف من وقتك ومن مجهودك، وساعات بتوصل مرحله بتكون تعبت وزهقت برضو. لكن انا فعلا كان ممكن اتعب اكتر من كده وازهق اكتر من كده، لولا انه فعلا المجموعه كانت لطيفه جدا، المجموعه كانت بقينا اصحاب، فكنت حاسه انا بشوفهم اكتر واشوف عيلتي يعني، وكنا حقيقي مستمتعين مع بعض. اه طبعا تعبنا كلنا في الاخر وكنا خلاص يعني، بس كنا برضو مبسوطين حقيقه. يعني الرقم واحد عدم الحب بقى، انه الحب يروح والاحترام والصداقه تروح، ويبقى ما فيش تكافؤ ويبقى في كذب ويبقى في طبعا خيانه ويبقى في بخل، مش مادي بس حتى مشاعر، يعني مفيش عطاء، كلها حاجات اه تؤدي لطلاق. طب الست الاوفر شريان دي ست اوفر، لا هي اوفر فعلا صح، بس هي حتى في الفورمات اوفر، يعني هي مش ما كانتش لذيذه. لا شريهان بنفتح المسلسل عليها بتكتشف خيانه جوزها، فلا هي برضو عندها مشاكل. هي بصي لا في فرق، احنا في الجانر بتاعنا في قواعد الطلاق 45 لايت دراما، الجانر التاني دارك كوميدي بلاك كوميدي، يعني زي ما بيقول اللي هو كل المواقف مواقف تقيلة جدا، بس هي بيتم تناولها بشكل كوميدي جدا صارخ يعني. فلا الجانر مختلف، الشخصيتين بعيد عن بعض تماما. انا كنت بصور ستات بيتي معايا دي في نفس التوقيت اللي كنت بصور فيه، يعني اخدت اجازة شوية اسبوعين كده من قواعد الطلاق، رحت عملت خلصت الديكور. والله بقى ده بيبقى تحضير، بيبقى مذاكره للشخصيه، فهم للشخصيه قوي، فبتساعدك قوي ان انت تدخل فيها بسرعه. عايزه اقول لك ان انا لما رجعت لما خلصت الفتره الطويله بتاعتي اللي هي كانت الاساسيه في بستات بيتي معادي، وجيت ارجع لشخصيه فريده هنكت كده كام يوم، يعني في يومين كده الحقيقه لا كنت
حاسه نفسي شريهان كده يعني مش عارفه ارجع قوي بسهوله. خد مني تركيز، عارف ان انا لا 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 ايه اللي انا بعمله ده، لا لازم الحق نفسي ارجع بسرعه. لا مش يعني بنقع في الفخ ده طبعا. يعني بص انا حاليا فتره اجازه بجد، انا محتاجه اجازه لانه انا من 31/7 وانا في المفرمه تك 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 كل ورا بعض ورا بعض. فالفتره دي بقى بتفرج بقى كده وبهدى ومفيش حاجه معينه انا محضره لها، يعني في حاجات المفروض اقراها ابدا اقراها بس لسه بقى ما بداتش. ان شاء الله ان شاء الله من بكره بقى ابدا. وانا بحضر لقواعد الطلاق عشان كنت حاسه انه مسؤوليه كبيره او البطوله ليا، فمش عايزه، خايفه قوي قوي وحاسه ان لازم ابقى داخله جاهزه جدا جدا ولازم ابقى قد الموقف يعني. فقررت اني اخد ورشه على الشخصيه، ودي كانت اول مره اعملها. انا عاده باخد ورش تمثيل في المطلق بس اول مره كنت اخد ورشه على شخصيه معينه او على دور معين. اخدت الورشه مع استاذ رامي الجندي اللي حقيقي فادني جدا جدا جدا، وكان تكنيكه هو اللي انت بتقول عليه بالظبط، فكره انك ما تروحش، يعني انت في اللحظه بتروح مع الشخصيه بس تقال كات انت ارجع تاني على طول بطرق معينه بتدريبات معينه بتدخل وبترجع بسرعه عشان المنتل هيلث اللي انت بتقول عليه. انا كنت اول مره اشتغل بالطريقه دي وبحقيقه فادتني جدا جدا يعني بدرجه كبيره، لان انا ما كانش عندي وقت اني اخلص اكمل، ما كان كنا مزنوقين في الوقت، كان الورك شوب مكثفة جدا، بس اقدر اقول انها بنسبة 80% على قد الوقت اللي كان عندنا يعني. فادتني جدا جدا وان شاء الله ناوي اكمل يعني. انا قلت حتى بعد ما اخلص هرجع تاني مع استاذ رامي اكمل، لان انا ارتحت واتبسطت جدا، ساعدتني حتى ساعدتني وانا في الشخصية وساعدتني اطلع منها بسرعة.